الانستجرام، عن جد شكرا كتير كتير لكم. احكي لكم عن تجربتي انا كبنت فزت على فريق، شو كانت تجربتي او شو الشغلات اللي استفدت منها وشو الشغلات اللي ما استفدت. اول شيء بنصح اي بنت بدها تفوت على فريق باليوتيوب او على اليوتيوب نفسه تكون عرفانه كل شيء عن المجال، يعني مثلا كيف تفتح قناه يوتيوب، كيف تحط لك كلمة سر خاصة فيها وما حدا يعرفها غيرها ابدا ابدا ابدا. حساب الادسنس كذلك الامر، لازم هذا الحساب ما حدا يعرف عنه غيرك انت او غيرك انت اللي عم تشوف. حساب الادسنس دي ممكن تعرفوا شغله. هلا بالنسبه لحساب الادسنس، اذا انت كنت تحت سن 18 وحدا اكبر منك فتح لك حساب الادسنس، فتاكد من شغله انه قناه اليوتيوب وقت اللي بتفعلها حساب الادسنس بتبين لك من منذ الانشاء قديش جايك مصاري او قديش ارباحك على القناه هاي. فبدي منكم تفهموا انه ما حدا يضحك عليكم ابدا ويقول هذا الشهر جايكم كذا او هذا الشهر جايكم كذا، لا بالعكس لازم تفوت على منذ الانشاء هذه القناه وتعرف بالضبط قديش جايكم مصاري من اول ما بلشت القناه لحد الوقت اللي انت فيه. واذا حدا قالكم غير هيك فهو كذاب او عم يضحك عليكم. كمان بدي اياكم تتاكدوا من شغله، هو انه اذا حدا حاول يتحكم بحساباتكم ما يخليكم تنشروا لا على اليوتيوب ولا على الانستغرام شيء ابدا، فتاكدوا من يوم اليوم انه هذا الشخص ما بده اياكم انتم تنجحوا اكثر منه لا باليوتيوب ولا الانستغرام، وما ما بده اياكم تنشهروا اكثر منه. يمكن كمان تتاكدوا من شغله انه ما حدا له اي حق عليكم لا بالانستغرام ولا باليوتيوب، انتم العالم الوحيدين او الشخص الوحيد اللي فيه يتحكم بهي الشغلات هو انت. يعني الشخص اللي عم يعمل هاي القصص اللي هو اليوتيوب والانستغرام تبعك بس انت الوحيد اللي فيك تتحكم فيه. هلا بنجي لمدير الفريق اللي انتم حتفوتوا له. مدير الفريق هو وظيفته لكم انه يشوف لبسكم، يشوف قعدتكم كيف، يطلع لكم افكار حلوه تليق فيكم وقناتكم، يعني يكون مسؤول كاملا عنكم لحتى يطلعكم باحسن صوره قدام الجمهور. واذا كان غير هيك فهو اما مدير فاشل او عم يستخدمكم لمصلحته الشخصيه. طبعا هو عم ينصحكم بهي النصائح او بهي الشغلات اللي قلت لكم عليها، لازم يكون اسلوبه لبق معكم بالحكي ومحترم، لا يكون فيه تهديد ولا تنمر ولا حتى تخويف. اما بالنسبه للعقود تبع الفريق او تبع جروبات اليوتيوب، فهذا العقد لازم تاخذوه انتوا على بيتكم، تناقشوا فيه مع اهليكم العالم الاكبر منكم، تاخذوا وقت يعني هيك وقت كبير لحتى تفهموا بهذا العقد. وإذا كان الطرف الثاني مو موافق على هي الشغلة فتأكدوا إن الطرف الثاني بيكون خايف من إنه تشوفوا شيء غلط بالعقد أو شيء ما بده إياكم تشوفوه. تمام، هلا آخر شغلة حتكون أنا كيارا استفدت كثير من تجربتي اللي جربتها إني دخلت مع جروب يوتيوب أو مع فريق اليوتيوب. استفدت كثير شغلات حلوة، استفدت وتعلمت إنه ما أخلي حدا أبدا يستغلني او اني اصور فيديوهات ماني مرتاحه فيهم او افكار مو مناسبه لي او ما عجبتني ابدا. وبدي منكم انتم كمان اذا الافكار اللي سويتوها مو عجبتكم او ما لكم مرتاحين فيها ما تعملوها ابدا، لانه سمعه البنت ونفسيتها اهم من اي فيديو كان او من اي شغله كانت. فبدي منكم تتعلموا هذا الشيء وتستفادوا مثل ما انا استفدت.